هادو هما اللي يستعملوا لهذيك الخمسه، وحنا بالنسبه لنا في البلاد نستعملوها العين، لان العين كاينه. احنا الدين تاعنا يقولنا باللي في الاسلام كاين الحسدين في سوره الفلق وسوره الناس، الوسواس والحسد موجودين. دونك هذه تسمى باش تلاقي الناس هذول الحسدين، وهاد الحسدين راهم موجودين في يوتيوب باينين. وزيد على ذلك انا شفتها اولا قضيه كما نقولوا، انا نامن باللي كاين الحسدين وكاين هذو اللي عندهم الوسواس في قلوبهم. وزيد كاينه تسمى من ناحيه شمال افريقيا، تسمى راها تبين باللي راها شمال افريقيا، وانا وكان هذه تسمى داخله في الثقافه تاع شمال افريقيا، انا هكذا نشوفها. ونزيد نقطة، لكانت قضية الدين راها خمس أركان، خمس أصبع هي خمس أركان تاع الدين تاع الإسلام، البيلي تاع الإسلام كما يقولوا. وزيد حاجة نقطة اللي راها بالنسبة لي مهمة، هي يد ما تصفق. وحنا الجزائريين للأسف التربية نتاعنا نحبوا نديروا كلش وحدنا، هي ماهيش كما نقولوا ماهيش عيب، ولكن ما تديش بعيد، هذا هو المشكل نتاعها. وكاين بعض الناس كيما نقولوا يحبوا يبانوا، حنا كاع نحبوا نبانوا، بصح كيما نقولوا تختلف. كاين اللي الانسان اللي يحب يبان لان راه يقدم في حاجه، وهذا هو علاش انا راني نحب نبان. كاين اللي يحب يبان اللي يحب ينفع الناس، كاين اللي يحب يبان لان ما على باليش بالك يحب يقصر وعنده اشياء يضحك يحب يضحك، ولا كل واحد كيفاه. بصح كاين اللي يحبوا يبانوا، يحبوا يبانوا فقط، هذه هي يحبوا يبانوا، مرض عندهم يحبوا يبانوا، هما ما عندهم ما يقدموا ولكن يحبوا يبانوا ويديروا اي شيء ويستعملوا الحيله باش يبانوا. وهذو راهم كاينين، هذا 02 هذا 02 وهذا 64، هذا نوع وبنان بلا بنان بلا وجود. هذاك رانا هذاك 200% على كل حال. هذو كما قلت لكم نحكي عليهم في فيديو راح تكون في سيكسيون 5، لهذا سميتها سيكسيون 5، تسمى 5 جاي من 5 اللي رانا نهضروا عليها. ولهذا كما قلنا راه كاين، لا كنا ندخلوا قضية الدين نقولوا حرام ولا بدعة، واش من المذهب رام انا بالنسبة لي كان ست مذاهب. المذهب هذا اللي يقول باللي بدعة اللي راه باين بالبدعة، راه يقول ثاني باللي النجمة والهلال بدعة، ويزيد ثاني يقول باللي الجزائر راه بدعة، لأن في الإسلام ما كانش آية والله حديث اللي يتكلم على الجزائر. تما نشوفوا باللي خاصة لو كنا الجزائر هذه كدولة كما نقولوا كما رانا نعرفوها اليوم، راها في الواقع فرنسا هي اللي دارتها. احنا كنا شعب شمالي افريقي وقسمونا، هذا هو الحقيقة. اوكي صح التاريخ خلانا باش نكونوا الشعب اللي جاي في هذه المنطقة ولا الجزائر عندهم حاجة اللي تجمعهم، لأن الاستعمار خلى التاريخ تاع الاستعمار هو. اوكي وهذا زيد بالخف نقولها، ماذا بي هذ الناس اللي في المغرب المراكة ولا التوانسة ماذا بيا لا شافوا بلي هذه القضية مفيدة، المشروع هذا أنا ماذا بيا يكون ماروكان توغادر وتونيزيان توغادر ثاني، ولازم يكون وأنا نساعد على كل حال، مش واحد راه الناس ثاني يساعدوا باش يخدموا يتبعوا تبعوا المشروع هذا الكونسيبت هذايا التصوير هذا ويطبقوه، وبالك نعودوا ولا كنا في مستوى مليح نعودوا نخدموا ثاني مع بعض على كل حال. اوكي كاش حاجه نسيتها، جبنا هذه نتاع الخمسه. والناس هذا اللي يحط لي سؤال ويكتب في كل صفحه هذاك السؤال، وكي تشوفوا الصفحه نتاعو ما عنده حتى فيديو ما يبين وجهه ما حتى حياة، كيف تحبني نجاوبه؟ انا ما نجمش نجاوبه. وقضيه الناس هذو اللي عندهم بسودو وما يبينوش وجههم، انا ما عندي حتى مشكل معاهم. انا بالنسبه لي احسن مام كي يكون انسان عنده بسودو ما يبينش وجهه ولا صوته ما يستعمل صوته، ولكن الا كان فيه الكلام تاعو مفيد ما فيهاش مشكل. صح عندي مشكل مع الانسان اللي يعمل تشويش ويدير في المشاكل، هذاك صح، ما كانش حتى يبين وجهه ويبين صوته ووجهه، راني انا ما يساعدنيش هذا الشخص هذا بسودو ولا ماشي بسودو. وزيد على ذلك هذه القضيه نتاع السب والتطياح، صح انا يا ما انك يكون واحد يطيح عندي صعوبات باش نشوف الفيديو تاعو، غادي نقول لكم بكل صراحه. ولكن لو كنت تحط واحد قدامي انسان يطيح، انسان نعرفه باللي يطيح ويسب، وتحط عندي مسميه واحد يكون بدع يقول باللي مدين تسمى يطبق بالك يطبق يصلي وكذا ولكن يستعمل الحيله ويكذب،
وتقول لي وشكون اللي تحب تخدم معاه، نقول لك نخدم مع انايا، انا ندي هذاك اللي طيح ويسب احسن من هذاك المديين الكذاب والمنافق. وهذه نخدم بها اليوم الكنسة. والكلمة التالية نقولها بعد النية طلب الحيلة هي من فعل الصح.